النهارده نعمل ساندويتش فاهيتا الجمبري. المكونات: بصل، فلفل الوان، جمبري، ثوم مفروم، مستردة وكاتشب وخل ابيض، بقدونس وكزبره، زبده، شطه ناشفه، وهنستعمل شويه ملح وفلفل. هنبتدي الاول هنحط البصل في شويه زيت، بعد كده نحط فلفل الوان، لازم الجمبري ياخد لسعة على النار عشان خاطر يدي طعم الفاهيتا المعروف. نحط الثوم كده، معلقة مستردة، معلقة كاتشب، شوية خل، نقلب.